قطاع المي بلبنان صار له أكثر من سنتين عم يشهد تدهور سريع بتأمين المي للمواطنين. المؤسسات ما عم تقدر تأمن مادة المازوت تتشغل مولداتها لأنه تيار الكهرباء عم يتقطع. وقت انقطعت المي كانت الحياة كتير بشعة. كتير كانت صعبة، يعني حتى الأولاد حماماتهم بدي فوت حمامهم بريق مي ليقديني. نحن موجودين على الأرض لحتى نأمن المياه للمجتمع اللبناني من خلال متابعتنا لكل أعمال الصيانة اللي بتصير لمحطات المي بلبنان. إجا هذا المشروع بالتعاون مع منظمة اليونيسف وتمويل من الاتحاد الأوروبي تنقذ هذا القطاع ويأمن استمرارية عمل هالمحطات تنقدر نطلع مي للعالم. صراحة لما اجت المي زلغتنا كتير انبسطنا. صار فيني انزل العب واتسلى، بس اطلع على البيت بتحمم وبصير نظيفة.